السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة من مطبخ يسرى. الوصفة ديال اليوم غادي نقدم لكم الرايب منزلي أو ياغورت بدون مواد حافظة بطريقة سهلة وناجحة ومضمونة 100%، وكيجي بحال اللي كيتباع في الملبانات أو المحلبات، أو يمكن نقوله أحسن. فإلا بغيتو تعرفوا على المقادير والطريقة ديال التحضير تبعوا معايا الفيديو. فيلا نبداو، بسم الله. فبالنسبه للطريقه ديال التحضير، ففي كاسرونه غادي ندير نصف لتر من الحليب، غادي نضيف عليه السكر، واحد 5 ديال المعالق كبار ديال السكر، لكن السكر تيبقى على حسب الذوق، وغادي نديرو فوق النار حتى يغلى ليا، يعني حتى يفيض. في الخلاط الكهربائي غادي ندير نصف لتر من الحليب المتبقي، ملعقتان كبيرتان من بودرة الحليب، واحد علبة ياغورت بنكهة الفانيلا، ممكن كذلك تعوضها بياغورت طبيعي وتنكهوه بالنكهة الفاني. فانا غادي نخلط هاد المكونات هادو مزيان مع بعض في الخلاط، وهكا تيكون المكونات ديالي هي وجدات. فالحليب راه غلا يعني فاض، والحليب البارد فراه مخلط مزيان. غادي ندير الحليب المغلي مع الحليب، نخلطه مع الحليب البارد، ونخلط بملعقة خشبية غير واحد 3 ديال الدورات لا أكثر، يعني ماشي نعود نخلطه بالخلاط الكهربائي، لا، غير واحد بالمعلقة خشبية نعود ندور واحد 3 ديال الدورات فقط. وغادي نبدأ كنملأ الكؤوس فين غادي نقدم الرايب. فمن بعد ما ملأت الكؤوس ديالي، فانا هنا عطاتني 6 ديال الكيسان زائد واحد الكأس صغير، وغادي كل كأس نغطيه بالبلاستيك الغذائي، وغادي نديرو في واحد الطنجرة، ممكن كذلك ديروه في الكوكوط. غادي نغطي الكيسان كاملين. فمن بعد ما غطيت الكيسان كلهم، ففي طنجرة غادي ندير ماء مغلي، ماء سخون، ماء ساخن، غادي نبقى تنكب الماء حتى يوصل ليا نصف ديال الكأس، يعني ماشي خصو يغطي لي الماء يغطي لي الكيسان، لا، غير يوصل لي الماء نصف ديال الكأس كنحبس من إضافة الماء. فمن بعد غادي نغطي الطنجرة بالبلاستيك الغذائي، غادي ندير واحد بحال السريبيتا ولا هكا شي زويف، نعاود نديرها فوق الطنجره، وعاد ندير الغلاقه او الغطايه ديال الطنجره، نجيب واحد ليزار او تكون كويطه شويه رقيقه ولا سميكه ماشي مشكل، ونغطيها نغلفها مزيان في هاد الطنجره هذه. ففي هاد المرحله ممكن هاد يعني الطنجره تخليوها في الكوزينه، يعني في واحد المكان دافئ، سواء حدا القرب من الفرن او لهذا، او كيف ما درت انا، فانا ديتها يعني في واحد البيت او الصالون ولا فين ما كان اللي الشمس كتطل منه، ففرشت واحد كويطه وحطيت فوق منها طنجره وعاودت غطيتها، وهكايا يعني النهار كله بقات ديك الشمس ضاربه فيها النهار كله، باش تبقى لي داك الماء خصو يبقى لنا دافئ. فبعد مرور واحد 8 ديال السوايع، حيت اصلا انا كنت حضرت الرايب في الصباح، ففي العشيه صافي راه وجد. فنحيد غير البلاستيك الغذائي، نمسح داك الماء، فهانتوما مازال ما درتو لا في الثلاجه لا في حتى حاجه، وشد راسو يعني صافي حاليا راه واجد، يعني خاصو غير يبرد فقط. فغادي نحيد دوك البلاستيكات الغذائيين، البلاستيك الغذائي نمسحو من الماء، وانتما كيف ما كتشوفوا كنقلبوا فراه تيبقى شاد مزيان. فصدقوني هذه الطريقه هذه مضمونه، وكيف ما شاهدتوا يعني واخا تنقلب الكاس راه ما تيطيح حتى حاجه، ومازال ما بردش، يعني ماشي تقولوا راني كنت دايره في الثلاجه وعاد قدمت لكم، لا، راه ملي تجربوا ان شاء الله غادي تنجحوا فيه. وهكا تيكون الرايب ديالنا وجد، كيف ما كتشاهدوا من بعد ما خليته برد مزيان تيجي لذيذ بدون مواد حافظه، ما فيه لا كينه لا حتى حاجه، تيجي شد مزيان.
فانا قدمت مع حريشات حيت انا كيعجبني ناكل الرايب مع الحرشه، ولا كنتو نتوما بحالي تعجبكم تاكلوا الرايب مع الحرشه خليهم لي في التعليقات. فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والاي استفسار او اقتراح انا راهنا اشاراتكم خليهم لي في التعليقات، والى الفيديو القادم ان شاء الله. بالصحه والراحه.